مشاهدي الكرام، مرحبا بكم في لقاء جديد نستضيف فيه السيد مصطفى الكحل الكاتب عام الوطني للطرق للنقل الطرقي اتحاد الديمقراطي المغربي للشغل، حيث سنناقش فيه مجموعة من المؤاخذات التي يسجلها المواطنين على طريقة يعني سياقة أصحاب التاكسيات وعلى الهندام وعلى عدم الالتزام ديالهم بالقرار العاملي. السي مصطفى الكحل مرحبا بك. سي الكحل، الناس يشكون من عدم يعني الالتزام السائقين المهنيين، ما تيبغوش يوصلوهم للبلايص اللي تيبغوا يمشيو، علاش هذه القضيه هذه؟ كيف ما كتعرف السي احمد، هو الوضع ديال الطاكسي اصبح فيه مشاكل كيعيشها غير السائق المهني بوحده في الطاكسي، ما كيعيشهاش المواطن اليوم كيختار مع من يركب، ولكن الوضع اولا في التنقل يعني ولا صعيب اكثر من الاول على سائق الطاكسي انه يتنقل في مدينه الدار البيضاء ولا في المحاور اللي تابعه لمدينه الدار البيضاء. اذا كيفاش غادي هو يرضي ذاك الزبون ويدوز في واحد المحاور اللي فيها مشاكل فيها اكراهات؟ كاين واحد المشكل اخر، اليوم كاينه حصانه ان صح التعبير، حصانه للنقل الحضاري للترامواي، سائق الطاكسي محاصر، وهذا مشكل خطير. يعني ما غاديش يمكن لسائق الطاكسي انه يتنقل في واحد مثلا في بعض ليلين، وان المواطنين تيقولوا لا ما باغيش ينقلنا هنا، ما كيبغيوش يهزونا. بالعكس، انت كتشوف المحطه هي باقا دابا الساعه دابا تشير الى 12، خص المفروض المحطه تكون خاويه. الله غالب، فين هما هاد المواطنين؟ يعني وحتى التوقيت كذلك عامل من العوامل ديال الاكراهات، يعني كيحبس دابا في واحد الوقت معين اللي محدده الدوله في قانون الطوارئ هو 8 د العشيه. يعني هذا الوقت هذا بالتحديد اللي فيه الخدمه. اذا انا كنفي هذه المساله هذه ديال انه سائق الطاكسي ما باغيش ينقل المواطنين، لا. هذه القضيه ما عندهاش علاقه بهذا الزمن تاع كورونا، عندها علاقه بالايام العاديه، اصحاب الطاكسيات ما تيبغوش يوصلوا الناس مثلا لمنطقه المعارف ولا مركز المدينه. هذا مشكل صراحه لقينا فيه حنا كنقابات مع المهنيين ديالنا في قطاع سياده الاجره اللي كيستعملوا هاد الاماكن هذه، وهاد النقطه كترتكز على انعدام المحطات الخاصه لوقوف سياره الاجره واللي كنا نادينا بها في اول المراحل اللي كان فيها احتقان على ود هذا المشروع ديال الترامواي. الوقت اللي بان يعني المشروع ديالو في التهيئ ديالو طلبنا بانه باش يكون محطه خاصه، والترامواي ما يقيش المحاور الخاصه بالطاكسي. هاد الالتزامات ما تنفذاتش، وهي اللي لقينا فيها دابا صعوبه مع اخواننا المهنيين. يعني الا بغيتي تسلكوا، كاين واحد الاماكن اللي كان كيستعملها سائق الطاكسي في هاد الليلين هادو اللي ولا فيهم ممنوع المرور، فعلا تيردي تغيير المسار. يعني كي غنديروا لهادي باش غادي سائق الطاكسي بالتعريفه بالتكلفه باش كينقل المواطن؟ المازوط باقي هو نقصوا له في عدد الركاب، الثمن حتى هو غادي نتناولوه كذلك ديال التامين. يعني كاين اكراهات. علاش قلت لك انا سائق الطاكسي قطاع الطاكسي بصفه عامه محاصر، وهذا الحصار فهو كيدل على اهانه او المس بالكرامه ديال السائق المهني، المس بالكرامه ديال القطاع ككل. المفروض انه خصو يكون واحد التوازنات، يعني الدوله اللي بغات تفرض وهذه الاجوبه كلها عند المسؤولين، المفروض خصهم يجاوبوا عليها. انا الا قلت كاين حصار هذا فيه جواب على عدد من الاسئله المرتبطه عفوا بهذه الامور هذه. من المؤاخذات المسجله على بعض، حنا ما تنعموش على بعض اصحاب الطاكسيات، هي ديك طريقه السياقه الجنونيه بين قوسين. علاش ديروا السياقه؟ واش لانكم تتبحثوا على الروسيطه ولا على شنو؟ هو ما غنعموش، لا نعمم انه قطاع الطاكسي الا كان غير سائق متهور مثلا وهادشي ما كاينش. لماذا؟ لانه يصعب التنقل. انت كتشوف جميع محاور مدينه الدار البيضاء، الا بغيتي غير تمر من واحد الممر خاص او من مثلا غير شارع محمد السادس، راه كي غادي دير تمشي انت بسياقه جنونيه وانت ما لاقيش منين تدوز، ويعني كاين واحد الاكتضاد والتحكم في منظم المرور. يعني كاين غير خمسه دقائق او جوج دقائق على ما اظن هو دقيقه، وانت كتوقف واحد ساعه او ساعتين او حتى ثلاثه السوايع الا كان واحد العرقله او حادثه سير او ما شابه الى ذلك. يعني هاد المسائل يعني التنقل في مدينه الدار البيضاء كنظن ما فيش سياقه جنونيه، لان ما كاينش شارع اللي هو فارغ اللي غادي يعطي الحق اي سائق مهني انه غيمشي بواحد السرعه ربما تفوق 60% 60 في الساعه او 80 في الساعه ابدا. من المؤاخذات المسجله عاوتاني عليكم هو عدم التزام بالقرار العاملي.
واش زعما كاين نتوما قطاع تيبغي يفرض نفسه ولا شنو؟ لا, لا لا بالعكس سي احمد, هو القرارات لابد ان تاخذ واحد الطابع ديال المقاربه التشاركيه, الاخذ بعين الاعتبار المهنيين والفاعلين في القطاع باش يعطيو تم الراي ديالهم, والقرارات الاحاديه النتائج دائما تكون سلبيه, وكنحمل المسؤوليه السائق المهني لا ابدا. القرارات لابد ان تاخذ واحد الطابع ديال الاصغاء وديال الامعان, وما نخرجوش بشكل احادي, يكون في واحد التشاور, في واحد كل شيء يعطي الراي ديالو, حتى الاعلام. لماذا الاعلام حتى هو تعطى نسخه باش يعطي الراي ديالو, ويسول هذا يسول الاداره ويسول المهنيين شنو رايكم في هذا المشروع عاد نخرجوه. وملي كيخرج قرار اللي هو بطبيعه الحال غادي يخرج قرار يعني اما معاق او اما انه يكون فيه عله ان صح التعبير, لانه علاش؟ لانه مثلا القرار الاخير صدر في تغيير غير واحد البند المتعلق بإيداع المركبة من المحجز, واش حنا في حاجة لإصدار مثل هذه القرارات؟ ونحن نعلم أن القطاعات المتضررة من بين قطاع سيارة الأجرة اللي تصنف قطاع غير مهيكل, اللي محتاج أنه يتنقاد ومحتاج أنه يتأهل, محتاج أنه يتساعد, محتاج أنه يدعم, ونخرجوا قرار لا. هذا هو من ضمن الإشكالات, واللي كترتبط أساسا بالإصدار ديالها بشكل استعجالي, بشكل عفوا أحادي إن صح التعبير, ولو تكون معركة ولو تكون ضجة ولو تكون الاحتجاج لواحد المطلب أساسي, المفروض الإدارة خصها تاخذ الأمور بإمعان وتطبق القانون. كاين قانون, كاين سيادة القانون, لأن القانون فوق القرارات وفوق المراسيم. قطاع الطاكسيات هو من بين بزاف تاع القطاعات, ولا هو من القطاعات اللي بزاف تيديروا الوقفات الاحتجاجية, علاش؟ لا شوف سي أحمد, عفوا الاحتجاجات ليست غاية لنفسه وإنما وسيلة, هذه فلسفة واقع حقيقية بطبيعة الحال خصنا نأكدوها. الاحتجاج لأنه مكره أخاك لا بطل, المتضرر السائق المهني من اللي كيتضر وكيتمس في القوت اليومي ديالو في المعيشة ديالو, الآن لازال وأنا نأكد لك هذه المسألة, الكل الإخوة المهنيين يناقشون معنا الخروج إلى الشارع, راه ما الوضع باقي هو هو, ناس متضررين, الطوبيس راه كيف ما النقل الحضاري يشتغل باريحيه السوشارج, والطاكسي محاصر, علاش نحاصروه؟ اذا كان فعلا القانون والقرار كيف ما قلنا القرار ما قبل هذا الاخير المتعلق بتحديد نسبه الركاب الترامواي النقل الحضاري للطوبيس في 50%, لابد ان تحترم. ما محترم النقل الحضاري ما محترمهاش, الترامواي ما محترمهاش, الطاكسي ما محترمه, وعنده اكراهات للاسف. ما الامور يعني انا كنهنئ وكنحيي وكنشكر سائقي الطاكسي اللي للاسف ما منتفضينش الى حدود الساعه, ولو غاد الخرجات الاخيره في انتفاضه, ولكن كنشوفهم انهم ينتظرون ان الاداره والدوله والحكومه والوزارات الوصيه انها تفيق وتقول فعلا هاد الناس عندهم حس وطني خصنا نعاونهم ونشوفوا هاد يعني شنو خصهم, ولكن باش نبقاو ملتزمين الصمت ونخليو الناس كتعاني هذا غير مقبول. سي مصطفى الكحل شكرا لك, ونضرب لكم متتبعي قناة أنفاس بريس موعدا مع لقاء جديد إن شاء الله.